السلام عليكم. هذا التسجيل هذا بالنسبة للأساتذة اللي طلبوا كيفاش كيتسجل درس عن طريق الهاتف بدون استعمال الحاسوب. إذا أول حاجة خص تكون عندك الابليكاسيون باوربوينت، هي هذه. إلا عندك مزيان، إلا ما عندكش خصك تيليشارجيها من الابليكاسيون بلاي ستور. من بعد تيليشارجي هاد لابليكاسيون عاوتاني موبيزون باش تسجل. هي كتسجل ليكرون، حيت باوربوينت في الحاسوب كاينه اوبسيون ديال اونغوجيسترومون، كتونغوجيستري مباشره. ولكن بالنسبه للبورطابل ملي كتدخل لابليكاسيون باوربوينت ما كايناش شي اوبسيون كتقول لك اونغوجي واش بغيتي تونغوجيستري لو سون، الهضره ديالك مع الدرس مع البريزونطاسيون. دونك خص شي طريقه اخرى. الطريقه اللي كاينه هي تيليشارجي هاد لابليكاسيون موبيزون. فوالا. وانا بالنسبه ليا زدت هاد الكورسور، هاد اللي كتشوفوا هاد النقطه الزرقاء، هي هادي ابليكاسيون سميتها اوتو هي اوتو كليكر، حتى هي تيليشارجيتها من بلاي ستور باش ساعدتني الصراحه باش نقرا نصوص ولا باش نشرح جمل اكسيتيرا. اذا ندخلوا لابليكاسيون باوربوينت، ها هي. انا عندي هنايا دي بريزونطاسيون ديجا سجلت شحال من حاجه، دونك كيتسجلوا ديما عندك، تيبقاو عندك ديما مسجلين. انا اسمحوا لي غادي تجي لهاد العلامه ديال زائد، غتلقى هنايا دي زاريير بلون اللي يمكن لك تستعملهم خلفيات للدرس ديالك. الا ما عجبوكش يمكن لك تستعمل هاد نوفيل بريزونطاسيون بيضاء. فوالا. هنا انا بالنسبه ليا كندخل هاد القلم، كاينه هنا اكوي، كنمشي لانسيرسيون، كنجي ايماج فوتو، كندخل لغاليري. عندي ديجا تصاور تريشارجيتهم داونلود. هنا عندي سبورة، غادي نقوم بالتحميل ديالها لديك الصفحة. فوالا، غادي نحاول نكبرها تجي قدا قد ليكرون. وهنا يا اما غادي تعاود انسيرسيون ديال شي صوره صورتيها من الكتاب المدرسي مثلا، حتى هي بنفس الطريقه. ولا نقدر نوريكم مثال انسيرسيون ايماج نفس الطريقه فوتو، نمشي للغاليري، نمشي لشي صوره صورتها مثلا في من الكتاب المدرسي، ولا شي صوره من الانترنت بغيتي تشرحها. مثلا انا هنايا كنت خديت مثلا صوره ديال الضريح، فوالا، وكتكبرها ولا كتخليها صغيره وتزيد عليها مثلا تكست وتشرحها مثلا. ولا كتجيب صوره ديال شي نص صورتيه باللي في الكتاب المدرسي، حتى هو كتانسيغيه ويمكن لك تقراه ولا تشرحه ولا على حسب. سينو انا غنعاود نمسح هاد الشيء درنا دابا، نكليكي عليها سوبريمي، نجي انا ما بغيتش انسيغي صوره، انا بغيت نكتب. دونك غادي نمشي حتى هي انسيرسيون، مي هاد المرة غادي تكون زون دو تكست ماشي ايماج، زون دو تكست. و حتى هي نفس الشيء، غتكبر على حساب داكشي اللي انت محتاج،
هنا غنمشيو لاكوي، كتختار الخط اون غرا، القياس ديال البوليس باش يبان على حساب بغيتي عنوان كبير ولا كتابة صغيرة. باغ اكزومبل انا استعملت وخصك تختار اللون طبيعة الحال. انا غنختار هنايا ابيض لون الطباشير. مثلا بغيت نكتب مثلا لا لوسون غرامير باغ اكزومبل، وتكتب داكشي اللي انت خصك توجدو. مثلا فوالا، مثلا كملتي هاد الصفحة الأولى بداك الشيء اللي انت محتاج لصفحات اخرين بطبيعة الحال. دائما كتجي لهاد زائد، كتكليكي عليها كتزاد لك صفحة أخرى، حتى هي نفس الشيء، يا إما تانسيغي شي صورة، يا إما تانسيغي تكتب زون دو تكست، تكتب داك الشيء اللي انت محتاج وتدوز الباج أخرى. فوالا، بنفس الطريقة تتكمل الدرس ديالك. هنا باش ما يمشي لكش هاد الشي، خصك تجي لهاد النقط بثلاثة، عندك انغوجيستري سو، غات انغوجيستري هاد البريزونطاسيون ديالك، فتختار الدوسي فين غادي تسجلها. انا درتها في سيت اباغاي دوكيومون بريزونطاسيون، نسميها غرامير. كامير والعنوان مثلا اللي عندي، و انغوجيستري. فوال، دابا كنبغيت مثلا نتاكد، بغيت نتاكد من هاد البريزونطاسيون ديالي واش واجده. كنجي لهنا، عندي هنا في الاعلى هاد العلامه ديال الشاشه هي ديابوغاما، ولا كنجي لهاد القلم كنكليكي عليه نفس الشيء، كنجي لدياغراما كيقول لي ابارتير دو ديبي، نتفرج من الاول، ولا ابارتير دو لا ديابوزيتيف اكتويال، يعني في الاخر هذيك فهاديك الصفحه اللي كنتي كتخدم، ديك لاباج اللي كنتي كتخدم وبغيتي تتفرج فيها. انا مثلا بغيت ندير ابارتير دو ديبي. فوالا، انا حيت وجدت غير وحده، دونك غتكون عندي غير هاد الصفحه هذه اللي باينه. الاخرين غادي يكونوا بويض حيت ما وجدت والو. هنا باش نشرح لكم اكثر، غادي نمشي للبريزونطاسيون انا ديجا وجدتها قبل. مثلا فوالا، غادي نعاود ندخل باوربوينت بريزونطاسيون، غنجي مثلا ليكتور ان فواياج غابه. انا غندير القلم، غنجي لهاد القلم، غنعاود نكليكي عليه اكوي دياغراما ا بارتير دو ديبي. اذا دابا انا هاد الدرس ها هو واجد، غادي نجلسي يدي الاصبع ديالي، غنبقى نجلسي به الشاشه وانا كنسجل الصوت ديالي. راني عندي هنايا موبيزون، شفتوا هاد السامبول ديال موبيزون، هاد اللوغو، دونك ملي كتكليكي عليه راه كيخرج لك و تيقول لك واش بغيتي اونغوجيستري. كتكليكي على اونغوجيستري صافي، كيعطيك الكرونو 1 2 3 كتبدا تهضر. ولا عجبات ولا بغيتي هاد الكورسور حتى هو خصك تاكتيفيه باش يكون بحال هكا. اي فوالا، هنا خصك تجلسي الاصبع ديالك باش تدوز من دوك الكتابات كاع اللي وجدتي. فوالا، دابا انا كندوز الصفحات صفحه بصفحه،
وكنهضر مثلا، كنشرح كنقرا. اي فوالا، بحال دابا هاد الديابوزيتيف اللي قبل كان فيها لو تيكست مثلا، ها هي نرجع ليها. قبل كان العنوان ديال الدرس والاهداف، جيت لو تيكست هو هذا. من بعد الصفحه الاخرى عندي لو تيكست وعندي اسئله، دونك كتبت هنا، درت هنا انسيغيت ليماج ديال التكست، وهنا درت زون دو تكست وكتبت بالالوان، اختاريت اللون، اختاريت القياس، وكتبت الاسئله والاجوبه. فوالا، دزت الصفحه المواليه نفس الشيء. هاني كدابا كنجلسي غير الاصبع ديالي في الشاشه، في الاسفل ديال الشاشه، حتى كنكمل الشرح ديالي كندوز للصفحه المواليه. داكشي اللي بغيت نشرحه للتلاميذ. اي فوالا، حتى كنكملوا الصفحات كاع اللي عندنا. هنا كان عندي شي 8 ديال الصفحات وقيله، ولا 7. اسئله كنكتب الجواب، هو كيكون زون دو تيكست. هنا كملت، هنا كملت، هنا كنت عارفه باللي غتكمل البريزونطاسيون ديالي، دونك كنت موجده راسي، ما جلستش الاسبوع ديالي باش نخرج في هذه الصفحه سوداء. خليتها في اخر صفحه، انا عارفه ليكزيرسيس الاخراني. من بعد كنجي لهاد اللوغو ديال موبيزون، هو اللي غندير دابا نيت، وكندير اغيتي. كنتمنى تكونوا فهمتوا ولو قليلا، وشكرا على الاستماع. الى اللقاء.